السلام عليكم إخوان، كثيرين مساء عليكم. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. بالنسبة لتحويل العمولات، الطريقة ديال تحويل العمولات هي كالتالي: كندخلو بلاي ستوري، كنديرو سوبر اس اي بي او ار في بي ان، نديرو بحث، غيطلعو لنا هاد الفي بي انات، نمشيو نقلبو على هذا. هاو تم التثبيت عندي، هو هذا، غنزلوه عندنا في التليفون. انا ديجا عندي نازل، راه هو هذا. غندخلو نعاود مرة اخرى، هاد سرق سوبر في بي ان، كندخلو ونجيو لهنا الفوقانية، في مكتوبة كندا عندي، نضغطو عليها. كاين الدول، ولكن حنا نختارو كندا، يا ما تكونش كندا في الاول نتوما تختاروها، ونديرو كونيكتي. كندا راه بحالها بحال البرازيل، دابا هو مكونيكتي عندنا. راه نتوما كتشوفو فوق كيطلع لنا هاد المربع في في بي ان، اذا راه مكونيكتي عندنا. كنخرجو دابا وكنمشيو نديرو جوجل، نجيو جوجل نديرو في البحث تيك توك عادي، كيعطيونا هاد ماك يور داي تيك توك، ندخلو له عادي. عطيونا هنايا واش تفتح لابليكاسيون، نديرو نو. شتي نو، كاين اوبن تيك توك، كاين نو نوت نو، نديرو نوت نو. نجيو البروفيل، نضغطو على البروفيل، عطيونا سينجل اب، نضغطو عليها تا هي امر عادي. هنايا نجيو من هنا من تحت لوجين، هاهي شتي من تحت كاينه لوجين، نضغطو عليها. ملي نضغطو عليها نديرو بحال نمشيو للفون، يعني نمرة التليفون. الا ما طلعت لك شي اخي الكريم، النمرة ديال التليفون هنايا فيها، انت درتي كندا طلع لك سي ا زائد واحد، يعني الفريكونس ديال كندا، راه ما كاينه والو. عرف راسك راه ما درتي حتى، ما عندك خدامش عندك في بي ان. الا طلعت لك كندا عرف راه خدام في بي ان. بالنسبه للناس اللي يدخلوا برقم الهاتف، ملي تلقاو كندا كنضغطوا على داك السهم اللي حدا زائد واحد، ونقلبوا على ماروك باش ندخلوا النمره ديالنا هنايا. ماروك ماروك، كتولي عندنا ماروك زائد 212 اللي هي الفريكونس ديالنا الاخوان. ونكتبو الرقم ديالنا ونتسناو هذاك الكود اللي عايجينا ديال 6 الارقام. كدخلنا الاخوان الكونت ديالنا، كما كتشوفو الكونت اللي سجلنا فيه الدخول، كنرجعو بحال هكا. هاكا سي بون، وكنمشيو الملف الشخصي. كيعطينا الملف الشخصي ديالنا كما كتشوفو، لأن الكونيكسيون الإخوان اللي كدير في بي ان كتقال شوية، هذا داكشي تقال. كنمشيو لثلاثة النقاط اللي كتكون عندنا ديجا في أي حساب تيك توك، راه نتوما كتعرفو. كيطلع لنا هاد الصفحة هادي، كنلقاو هنا إدارة الحسابات هي الأولى، الخصوصية الثانية، الحصول على عمولات هي الثالثة. عقلوا عليها، الحصول على عمولات، كندخلو ليها. كما كتشوفو عطينا الصفحة ديالنا، وعطينا إعادة الشحن. نصبرو مع الفي بي ان لانه كيكون ثقيل، حيت كتولي كتخدم ماشي بالكونيكسيون ديالك، بالكونيكسيون ديال داك الشخص اللي في كندا. المهم عندنا الفوق كتلقى الاسم ديالك كما كتشوف، وجود البروفيل ديالك،
وعدد العمولات مكتوبين تحت اللي انت جامعهم ديجا، وكاين اعاده الشحن، وكاين هنايا تبديل العمولات. هاد تبديل العمولات كنضغطو عليها يا اخوان، ملي كنضغطو على تبديل العمولات كتعطينا هاد الصفحه كما كتشوفوا حاليا. هاد الصفحه هادي كنديرو مثلا هنايا تخصيص، ونديرو مثلا 100 عملة، كيعطيونا هنا رصيد الهدايا هو دولار، يعني كل 100 عملة هيقطعوا لك فيها دولار واحد. الى بغيتي تاخذ جميع العمولات اللي عندك تحولهم، بحال هذا عندي هذا العدد هذا، نقدر نحوله كما كتشوفوا في هذا الكونت هذا، نحوله من دولار 66 الى 166 عملة، يعني كل سنت بعملة، كل سنت بعملة. كنضغطو على العدد اللي بغينا 100 أو 166 أو العدد اللي بغينا، وكنجيو لهنا وكنديرو استبدال وصافي، وكتخرج كتلقى هذاك العدد اللي انت بدلتيه تزاد في العمولات اللي تقدر تلوحهم. ونتمنى كلشي فاهم هذا الموضوع، وشكرا لكم الإخوان.